رسالة النهاردة رسالة مهمة، بتقولك ايه بقى؟ ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. نقول تاني، ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. ربنا خلقنا كلنا متفاوتين، خلق البشر كلهم مختلفين عن بعض علشان يساعدوا بعض ويكملوا بعض ويدعموا بعض، وكمان ميزك ببصمة مختلفة، بروح ملهاش زي. انت ليك روحك بمميزاتها، نفسيتك وشكلك وطريقة كلامك وأسلوبك، حتى طريقة تفكيرك، دي كلها حاجات خاصة بيك انت لوحدك. فطالما ربنا ميزك بشيء، مينفعش نقلد حد أو نحاول نبقى نسخة مكررة من حد تاني. لما تشوف حد ناجح وتحاول تقلده في كل حاجة، انت كده مش بتنجح. هو نجح لأن دي روحه هو، بصمته هو، وانت لو قلدته هتخسر كتير وهتفشل، ويتقال عليك انك مجرد بغبغان او كومبارس، هتضيع شخصيتك، هيستخبى طموحك وهدفك ورا حد تاني. اللي انا متاكد منه ان انت جواك حاجه حلوه، حاجه تنجح بيها، حاجه توصل بيها للي انت عايزه. جوا منك بصمتك انت، بصمتك اللي مش زي حد، طريقتك المميزه في الكلام، تفكيرك اللي ممكن يبان غريب وبره الصندوق، قلبك اللي بيحس اكتر، مجهودك اللي محتاج يخرج من جواه حاجه بتحبها. كل دي مؤهلات جواك انت، بس انت مش شايفها. بص حواليك هتلاقي كل اللي قلدوا اختفوا، وحتى اللي نجحوا نجاح مزيف ما استمرش. محدش بيستمر غير اللي بنى لنفسه سكه مختلفه، غير اللي ساب بصمته على القمه، بصمته هو مش بصمه حد تاني. ربنا خلقك من البدايه مختلف، ميزك عن مليارات البشر، وحط جواك حاجة تستفيد بيها في دنيتك. انت بس اللي مدورتش جواك كويس، انت اللي لسه ما اكتشفتش موهبتك ولا مهاراتك. مفيش انسان على وجه الكرة الأرضية اتخلق فاضي، ربنا حط بذرة جوا كل واحد فينا، بذرة محتاجة اللي يرعيها ويسقيها لحد ما تكبر، بذرة تميزه عن غيره، واحنا عايشين كلنا بندور عليها. يمكن هتاخد مننا شوية مجهود، لكن لو لقيتها صدقني هتبقى في مكان تاني خالص، مكان الكل بيحلم بيه. بس انت محتاج تفتش جوا نفسك أكتر، تختبر نفسك أكتر، تحاول أكتر، تعرف انك جواك حاجة مش عند حد. وساعتها صدقني مش هتحتاج أبدا انك تقلد حد أو تبقى نسخة مكررة من حد، انت هتبقى انت وبس. استنونا.